أحمد، كل يوم بنلاقي أفكار جديدة ومشروعات جديدة بتدخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من ضمن المشروعات دي إنشاء منظومة إلكترونية فيها قاعدة بيانات كاملة بتتابع بشكل يومي كل الأعمال والإنشاءات اللي بتحصل في قرى المبادرة. نتابع. نجحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير واقع كثير من القرى الريفية في مصر، بعدما قدمت المبادرة إسهامات غير عادية في تطوير الخدمات الأساسية في كثير من هذه القرى، من توصيل مياه وتطوير منازل ورصف طرق وصرف صحي وغيرها. وتعمل المبادرة حالياً على المنظومة الإلكترونية وتفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية التي تعد الأضخم على مستوى العالم، حيث يتم ربط كافة المشروعات والتدخلات التنموية بمؤشرات قياس الأداء، بما يعكس نتائج المشروعات على مؤشر جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية في التجمعات الريفية المستهدفة. أيضاً تتضمن المنظومة الإلكترونية المشروعات الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية والاجتماعية، كما تقدم متابعة على أرض الواقع من خلال وسائل المتابعة المستحدثة كالصور والفيديو والتصوير الفضائي. كذلك تهدف مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والنهوض بالريف المصري من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.